عراق بلا انقطاع للكهرباء، نعيم بعيد عن الفقراء. هكذا سخر عراقيون من الوعود التي أطلقتها وزارة الكهرباء بشأن تقليل ساعات انقطاع التيار مع بدء موسم الصيف، واصفين الأمر بأنه مجرد أضغاث أحلام، ولا سيما أن الوعود الحكومية بعيدة عن الواقع بعد أن باتت بلادهم رهينة الغاز الإيراني والابتزاز السياسي. فبعد عهود ووعود بشأن تزويد مدن العراق بتيار مستمر لأكثر من 20 ساعة في اليوم، أطلق عضو الإطار التنسيقي فراس المسلماوي ما اعتبرها بشرى للعراقيين، مفادها تأمين 12 ساعة كهرباء وطنية مقابل 12 ساعة الأخرى تتكفل بها المولدات الأهلية. نبشر الناس بجملة، قرار مجلس رئيس الوزراء توجيه على الصيف، طلب من الوزير الكهرباء 12 ساعة يريد من عنده في عموم المحافظات، و12 ساعة على المولدة والنفط يطون غاز مجانا. الغاز الإيراني المشغل لمعظم محطات توليد الكهرباء في العراق، والذي أثقل البلاد بديون وصف بعض أرقامها بالمبهمة والمبالغ فيها، يشترط السوداني فترة 3 سنوات لإنهاء استيراد الغاز من إيران. يعني احنا من سنة إلى 3 راح ننهي عملية استيراد الغاز. وبعد أيام قلائل من إعلان السوداني خطة لوقف حرق الغاز، يعود اليوم ليعلن عن إبرام صفقة مع إيران حملت عنوان مذكرة تفاهم نفطي مشترك، ويقف عند عبارة مشترك خبراء بمجال النفط والطاقة محذرين من تفريط حكومة الإطار التنسيقي بثروة العراق عبر الاعتراف بوجود ما تمهد له إيران، ألا وهو الحقول المشتركة، في إشارة لحقول النفط العراقية القريبة من الحدود مع إيران. ومع استشراء الفساد والتخادم لصالح أجندات الدول المجاورة، فإن العقبات أمام إصلاح وتطوير قطاع الطاقة في العراق مستمر بتواطؤ حكومي، وفقا للسفير الأمريكي الأسبق في العراق دوغلاس سليمان.